صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جمع الصفات الغر وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابتي أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدين، ويؤوب للتوديع ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجد، يشكو لخير أب يشكو لخير أب ضماه وما اشتكى ضمأ الحشا إلا إلى الضامي الصدي، شاشته كظلية الغضب، كل حشاشته كصالية الغضب، ولسانه ظمئ
مليئون كشقة مبردي وقف بين يدي الحزين ينادي أبتا الظمأ قد قتلني وثقل الحديد قد أجادني هل إلى شربة من الماء من سبيل لو تنطفئ قطرة مي نار قلبي ما حد كفو منها الجماع يوقف بدربي برد غليلي وعاين طرادي وحربي لحمل على الجمال حملة هاشمي واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل ودع النهار من العجاج أظلم من الليل وافن العداء واجر الدماء سيل وافن العداء واترك مضاربهم خلية ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال وان كان قصدك ماي هذه طلبة محا اللي يجيب الماي ضل جثة رمي لكن بني ودع خواتك والحريم وبالعجل روح يسقيك ابوك المصطفى يا مهجة الروح شبيدي يا ابويا وهالأمار مكتوب بالله بالعطش كلنا نمذبح بالغادري ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. فضل مولانا. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من المفاهيم القرآنية التي تحدث المولى تبارك وتعالى عنها مفهوم الخلود، والخلود مفهوم من أهم المفاهيم
التي دار حولها جدل علمي واسع، والحديث حول الخلود حديث ينسجم مع جبلة الإنسان وطبعه، إذ أن كل إنسان ميال للخلود، والإنسان يكره الفناء ويكره العدم. ولكننا عندما نتكلم عن الخلود من منطلق قرآني لابد أن نعلم أن الخلود على ثلاثة أنحاء. فأما النحو الأول فهو الخلود الجسماني، والنحو الثاني هو الخلود الروحي، والنحو الثالث هو الخلود الذكري. فأيهم من هذه الأنواع ممكن وأيها غير ممكن؟ فأما الخلود الجسماني فهو محال، لا يمكن لإنسان بأدلة القرآن الكريم أن يوجد لنفسه أو أن يحافظ على الخلود لنفسه، بمعنى أن يبقى دائما موجودا خالدا ببدنه يعيش في هذه الدنيا. هذا محال، لأنه محكوم بقوله تعالى: كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس فقط هذا الإنسان البسيط الضعيف في وجوده، بل إن القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال الراسيات القويات، هذه الجبال كالعهن المنفوش مثل القطن، ما تقاوم. كل من على هذا الوجود فهو سائر إلى الزوال وإلى العدم. فلهذا من المستحيل أن يكون للإنسان ماذا؟ خلودا جسمانيا، بمعنى أن يعمر في الدنيا دون أن يعرضه الزوال. مستحيل، لابد أن يموت الإنسان. وإن كان طبع الإنسان لو خلي، وطبع الإنسان شي يريد؟ ما يريد لا يعرض موت ولا سقم ولا مرض. الإنسان يريد لنفسه ماذا؟ الدوام لنفسه ولماله ولما يحب، لا يريد الفناء. من هنا جاء إبليس إلى أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام من هذا الباب، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إن أكلت منها لك الدوام ولا يعتريك فناء. الإنسان بطبعه يريد البقاء لنفسه ولما يحب. الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الذي تزعم الخلافة المغصوبة في عهد بني أمية بعد عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل كان يعرف بفسقه، بفجوره، بانحطاطه، صاحب ليالي حمراء. تعلق قلبه بجارية تسمى حبابة، وكان يسمع عنها، جارية مطربة مغنية، فتعلق فؤاده بها وصار يحلم بها في الليل والنهار. وفي يوم من الأيام استطاعت زوجته أن تشتريها له، جارية تباع وتشترى، وجاءت بها وأهدتها لزوجها. وما أن علم أن حبابة صارت في يده يملكها، تعلق بها في الليل والنهار، دائم معها، لا يريد أن تفارقه حبابة. وفي يوم من الأيام كان يلاطفها ويسامرها، وفي كفه حبات رمان،
حب رمان منثور زين هي تفتح فمها وهو يرمي ماذا؟ حبة الرمان فتلقفها بفمها، ترد تفتح فمها ورد يرمي شنو؟ حبة ثانية وثالثة إلى طفها، ها وإجت ذيك الحبة فعلقت في حلقها فشرقت ووقعت ميتة، ماتت، انتهت تلك المطربة. اللي ذاب فيها لا يريد أن يفارقها، يريد لها الدوام والخلود، فلما ماتت احتضنها وأخذ يبكي، أرادوا أن ينتزعوها من بين يديه فأبى. ثلاثة أيام وهو متعلق بها، إلى أن تقول الرواية إلى أن روحت، يعني عفنت خلاص صارت جيفة. بعدين انتزعوها منا بالقوة ودفنوها أيام وعاد ونبش قبرها. مو على كيف الخلود، قانون الموت يحكمه الله، كل نفس ذائقة الموت. تريد البقاء، تريد الخلود لنفسك ولمن تحب، هذا من المحال. إذن الخلود الجسماني خلود محال مستحيل. النوع الثاني من الخلود هو الخلود الروحي، والخلود الروحي وفق الأدلة العقلية والأدلة النقلية ضروري واجب. يعني إيش؟ يعني قد البدن يموت بس الروح تنتهي، تتحول إلى العدم والزوال؟ لا، العقل، الدليل العقلي والدليل النقلي يوجب ضرورة أن تبقى الروح مخلدة. لماذا؟ لأن يلزم منا محاذير عقلية وشرعية. فأول المحاذير الظلم، والمحذور الثاني العبث. أما الظلم فلو أن كل إنسان إذا مات انتهى كل شيء. يا أخوة، المجتمع يوجد فيه مظلومين، أناس غص في قلوبهم ألم ووجع في نفوسهم، لا يستطيعون أن يقاصوا ظالمهم، ما يقدرون يأخذون القصاص، أن يطالبوا بمظلوميتهم. اللي هون الخطب على المظلوم أن هناك محكمة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. كثير من المظلومين ما يقدر يقتص من الظالم، لكن اللي هون الخطب عليه أن هناك محكمة، هناك عدل إلهي. ولو قلنا بأن الإنسان إذا مات انعدمت روحه أيضا، لكان شي يلزم؟ يلزم يموت المظلوم بغصته والظالم يذهب بجريرة، راح فر من الحساب والعقاب، وهذا مستحيل لا عقلا ولا نقلا. فوجدوا ما عملوا شنو؟ حاضر. إذا وجدوا يعني مو موتى، أحياء. ويلزم أيضا لو قلنا بأنه لا يوجد خلود، يلزم العبثية. والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت اتخيل الله يقول الصلاة واجبة والصوم واجب والحج واجب، وبعدين الناس صنفان، إما مطيع وإما عاصي. هل يعقل بعد جهد جهيد من عباد الله، صيام في النهار وقيام في الليل، وعند ذلك يموتون وينتهي كل شيء؟ أين جزاء المحسنين وأين عقاب المفرطين؟ ولهذا العقل والنقل يوجب ضرورة وجود الخلود للنفس. إذن بقاء النفس وخلودها ضرورة عقلية نقلية. أما الخلود الثالث وهو محور بحثنا في هذه الليلة، وهو الخلود الذكري. وعندما نتكلم عن الخلود الذكري فنعني به أن الإنسان يعتريه الموت والزوال والفناء، ولكن يبقى ذكره مخلد
على قلوب الناس، في نفوس الناس، في عقول الناس. وأمثال هؤلاء كثر رحلوا من الدنيا وتحللت أبدانهم، ولكن لا زال الناس يذكرونهم، يترحمون عليهم، يحيون ذكراهم في محافلهم. هذا خلود ذكر، وهذا ممكن وليس محال. والسؤال المهم: كيف يكون الإنسان خالدا وإن اختطفه ماذا؟ قانون الموت. حتى لو أخذ الموت روحه وخرج من الدنيا يبقى كيف لي أن أكون خالدا بين الناس؟ يترحم علي، تقرأ لي الفاتحة، يذكرني الناس يوما بعد يوم، فيجر ذلك إلي الأجر والثواب. ولأجل هذا هناك سلالم عدة توصل الإنسان إلى مرتبة الخلود الذكري. أول المخلدات مكارم الأخلاق. الإنسان إذا أراد لنفسه أن يكون إنسانا مذكورا بين الناس، فعليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق العالية. فالإنسان بأخلاقه، والأخلاق العالية تنسجم مع فطرية الإنسان. الإنسان بالفطرة يعلم أن الصدق حسن وأن الكذب ماذا؟ قبيح بالفطرة. وكل أمر فطري يكون خالد، لأن الفطرة خالدة. الفطرة الكذب قبيح من لحظة وجود آدم، وإلى لحظة وجود آخر إنسان في الدنيا سيبقى الكذب ماذا؟ قبيح، والعدل ماذا؟ حسن. الأمور الأخلاقية فطرية منسجمة مع الفطرة، والفطرة خالدة، فمن ارتبط بالفطري الخالد كان خالدا. عندما نتكلم عن الكرم وآثاره، من اللي جيب أذهانكم؟ حاتم، حاتم الطائي. حاتم الطائي شخصية خلدت إلى اليوم، أن نذكره على منبر الحسين مؤشر الخلود، مع أنه لم يدرك الإسلام وليس بمسلم ومات قبل الإسلام، ولكنه اتصف بصفة تستحق أن يخلد. هذه الصفة تستحق أن تجعله مخلدا، صفة الكرم، مكارم الأخلاق. وأكثر الناس خلقا أكثرهم ماذا؟ خلودا. والله يقول: إنك لعلى خلق عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مجمع الكمالات هو أكثر الناس خلود، وأطولهم ماذا؟ ذكر. الشيخ عباس الصفوي في إيران لما أقيمت الدولة الصفوية، كان الشاه عباس يعتمد في حكمه على فقيهين جليلين. الأول هو السيد محمد باقر الداماد رحمة الله تعالى عليه، والفقيه الثاني هو الشيخ البهائي رحمه الله. عالمان جليلان يشاورهما الشاه الصفوي شاه عباس ويعتمد عليهما. يوم من الأيام أراد الشاه عباس الصفوي أن يخرج لمهمة، فخرج بركبه الرسمي، وكان من ضمن من خرج في الركب هذان العالمان: السيد الداماد والشيخ البهائي رحمهما الله. لما طلعوا للعلم أن الشيخ البهائي كان نحيف البدن، بنيته نحيفة، والسيد الداماد كان مملوء الجثة سمين، وخرجوا على الجياد والخيول، فتقدم الشيخ البهائي في طليعة الركب، فأراد الشاه عباس الصفوي أن يختبر نيات هذين العالمين،
فإجي إلى السيد الداماد وكان في مؤخر الركب، فجاء إليه وأخذ يمدحه في وقاره وفي سكينته وفي هدوئه وفي علمه، ثم أخذ يذم الشيخ البهائي وقال: ولكن انظر إلى صاحبك كيف يتحرك في زهو وغرور، ها قد تقدم طليعة الركب، انظر إلى جواده يتحرك به يمينا وشمالا. شنو قال السيد الداماد؟ هني يعرف الإنسان وأخلاقه. فقال: أصلح الله الشاه، إن الشيخ البهائي لا غرور فيه، وهذا التقدم منه في طليعة الركب والجواد يتحرك به، يقول: لأن الجواد علم أن الذي على ظهره عالم تقي ورع فاضل صاحب علم غزير، ومن شدة فرح الجواد يكاد يطير به، يكاد يطير به الجواد. ولهذا الشوفة في وين؟ مقدم الركب. هذا شوف هاي النية الجميلة الرائعة التي تنبئ عن طهر ونقاء. سر الشاه الصفوي شاه عباس وترك السيد الداماد وراح وين الحين؟ راح يختبر نية الشيخ البهائي. وإجى إليه وبدأ يمدحه في سمته، في رشاقته، في بنيته، في علمه وغزارته، ثم بدأ يذم صاحبه: انظر إليه سيد الداماد، قد امتلأت جثته وأرهق الجواد ببدنه، انظر إليه في مؤخر الركب. سكت الشيخ البهائي: لا، رجل تقي. قال: أصلح الله الشاه، إن الإعياء الذي على الجواد لا لثقل بدن السيد الداماد. قال لي: ليش؟ قال: ولأن لا، وإنما لأن هذا السيد يحمل من العلم ما لا تقوى الجبال الرواسي على حمله. هذا السيد الداماد عالم فاضل تقي، الجواد تعبان ما يمشي، مو لثقل السيد، وإنما لثقل العلم والورع والتقوى. شوف شلون الإجابات التي تنبئ عن طهر بين هذين العالمين، لا إساءة ظن، لا اتهام، لا تشكيك. وإذا به ينزل الشاه عباس إلى الأرض ويسجد لله عز وجل شكرا. ها؟ نعمة كبيرة أن عالمين جليلين كهذين الفقيهين وبهذا المستوى من الأخلاق العظيمة والنقاء والصفاء يستحق الشكر. هاي نعمة كبيرة، ولهذا مثل هذين العالمين ما يستحقون التخليد؟ يستحقون التخليد. الأخلاق العالية تخلد صاحبها، تمضي الأيام والسنون على زوجين، تموت الزوجة ويعيش الزوج في ذكراها، ما ينساها. ليش؟ أخلاقها العالية، السجايا التي تتميز بها، ويبقى الزوج يذكرها، أو العكس، يموت الزوج وتبقى الزوجة في ذكر زوجها، تذكر ابتسامته وأخلاقه وطيبة قلبه. شو اللي يخلي الزوج مخلد في قلب زوجته؟ وأحيانا ما تتزوج من شدة تعلقها به، أخلاقه العالية، سجاياه ومكارم صفاته العالية. أحيانا يموت الجار والجار الآخر لا ينساه، يموت زميل في العمل وزملاؤه لا ينسوه، يموت طالب والطلاب لا ينسوه. ما الذي يجعله مخلدا؟ السجايا والأخلاق. أنت شايف هاي الابتسامة التي هي من مميزات المؤمنين؟ يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن بشره في وين؟ في وجهه، وحزنه في قلبه. ماكو في ماكو أحد منا يا أخوة ما عنده مشكلة، لازم موجودة، لابد أن توجد مشكلة معينة، وين يخليها؟ يختزنها في قلبه ويبقى بشره على وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. الوجه الباسم ما ينسها، الوجه الباسم، الوجه البشوش،
حتى لو دفن في التراب وتحلل ذلك البدن تبقى صورة بسمة ذلك الإنسان خالدة. يذكروه الناس ويترحمون عليه. المخلد الثاني الإنجاز، والإنجاز لا دين له ولا مذهب. المنجزون يخلدون بإنجازهم، مسلما مسيحيا ماديا بوذيا سنيا شيعيا، المنجزون يخلدون بماذا؟ بإنجازهم. أنت ماذا أنجزت؟ ذلك الإنجاز يخلد صاحبه. عندما تقف مثلا بين يدي العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه الذي ألف موسوعة علمية من 110 مجلدات، 110 مجلدات موسوعة تسمى البحار، بحار حقيقية من العلم. تعال هذا الرجل العالم كيف صار خالدا بهذا الإنجاز؟ هل تعلمون أن هذا الكتاب ألف في 40 سنة؟ عمر إنسان ناضج 40 سنة والعلامة المجلسي يؤلف هذا الكتاب بعد 40 سنة. تم هذا الكتاب، إنجاز كبير، استحق هذا الإنجاز أن يخلد ويخلد صاحبه به. كتاب الجواهر الذي هو حقيقة جواهر للفقيه العالم الشيخ محمد حسن الجواهري، كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، كتاب العلماء يتفقون قاطبة على أنه لا غنى لفقيه عنه. مو تقول طالب علم، لا لا، الفقيه ما يستغني عن كتاب الجواهر، ماكو غنى. هذا الكتاب إنجاز عظيم خلد به صاحبه، ألفه في 32 سنة، 32 سنة، موسوعة علمية شاملة من التقليد إلى الحدود، يعني ما ترك بابا من أبواب الفقه إلا طرقها بحثا واستدلالا وبين آراء العلماء فيها. 32 سنة كافية من الإنجاز تخلي صاحبها شنو؟ خالد. وقس على ذلك، لا خصوصية للشيعة لما تجي إلى البخاري، وعندما تأتي إلى الطبري، وتأتي لابن كثير، وتأتي إلى غيرهم من علماء السنة والشيعة ممن أنجزوا. الإنجاز يخلد صاحبه. وكذلك العلماء، تعال إلى العلماء في مجالاتهم، في الفلك، في الطب، في الكيمياء، في الجغرافيا، في غير ذلك، كل المجالات التي أوجد الإنسان لنفسه إنجازا وبصمة يخلد بإنجازه. فإذا الإنسان بوسعه أن يكون مخلدا بالإنجاز. عمر بن عبد العزيز الخليفة الآموي، الحاكم ماذا؟ الأموي. هذا الرجل مع أنه في سلسلة الحكام الأمويين إلا أنه يستحق الخلود بإنجاز قام به. هذا الرجل أنجز إنجازا كبيرا، أوشك أن يموت هو في سبيله، يعني أوشك يقتل. هذا الإنجاز هو رفع اللعن والسب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل إجى إلي يوم من الأيام، رجل نصراني وجيه مشهور وثري، وطلب منه يد ابنته، يريد يتزوج بنت عمر بن عبد العزيز. تقدم لخطبة ابنته فأبى، قال لي إن ابنتي مسلمة وأنت لست بمسلم، أنت كافر، وإسلامنا نهانا أن نزوج فتياتنا من الكافرين. فقال له النصراني: إذا كان كما تقول فلماذا نبيكم زوج ابنته من رجل كافر؟
انت ما تريد تزوجني ونبيكم ها النبي محمد صلى الله عليه واله زوج ابنته الوحيده من رجل كافر. قال ويحك من تعني؟ قال علي بن ابي طالب. قال ويحك هذا اخو رسول الله وابن عمه ووارث علمه ومن السابقين الى الاسلام. قال ان كان كما تقول فلماذا تسبونه وتلعنونه؟ تون تقولون لأن هذا كافر عندكم بعد، فلماذا تسبونه وتلعنونه؟ يقولون أفهمه النصراني. ثلاثة أيام ظل ببيته ما طلع يفكر ماذا يصنع، لأن هذه سنة أموية. معاوية حكم 20 سنة، و20 سنة بس أيام معاوية، وإجا ولده يزيد ها 3 سنوات وقس عليه الأمويون، إلى أن إجت النوبة إلى عمر بن عبد العزيز والإمام يلعن في الليل والنهار صلوات الله وسلام. تغيير السنة ليس أمرا هينا. تشايف شلون عندما تسلم علي بن أبي طالب عليه السلام زمة الحكم والخلافة نهاهم عن سنة ابتدعها الخليفة الثاني، صلاة التراويح نافلة والنافلة لا تصلى جماعة، نهاهم الإمام علي. والنبي يقول أفقهكم من؟ علي. أعلمكم علي، إذن خذوا الحكم منا. نهاهم ما نفع. إجب شهر رمضان وإذا هم بالمسجد يصلون، نصحهم لم ينتصحوا، وعظهم لم يتعظوا، أمر بالدرة خيرزانة يعني، وظل يضرب فيهم من عرض وفرقهم وطلعوا كل واحد حاط إيده على رأسه. وسنة عمراء، وهي شغلة ما دامت كثيرها. أما لعن أمير المؤمنين عليه السلام الذي أسس له الأمويون عمر طويل شبت عليه أجيال، وإذا بعمر بن عبد العزيز بعد 3 أيام من الاعتكاف في داره يفكر كيف يرفع تلك السنة السيئة. أخذ قراره فأرسل على كبار دولته ورجاله وكبار جنده والأوفياء منهم بالتحديد وبعض خدمه 5000 رجل جمعهم، فقال لهم كيف طاعتكم لي؟ قالوا نفديك بأرواحنا. قال إذن فليأتي كل واحد منكم يوم الجمعة وسيفه تحت ثيابه. لحد يطلع يحمل سلاح؟ لا لا، الثياب السيوف تحت الثياب. فإذا رأيتموني قد رفعت عمامتي فاضربوا عنق كل واقف. أي واحد محتج واقف ضرب عنقه. قالوا سمعا وطاعة. وإجت يوم الجمعة، يوم حافل، يوم خطير جدا بتاريخ عمر بن عبد العزيز. فبدأ يخطب ولا زال يخطب إلى أن جاء إلى موضع اللعن في خطابه، لأن معاوية أسس عبارة معروفة دائما إذا إجا يخطب قال اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وأفسد في عبادك وفي بلادك فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما. هاي فقرة مالتها. لما إجت النوبة إلى اللعن وإذا بعمر بن عبد العزيز يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم إلى آخر الآية لعلكم تذكرون. ما أن أكمل الآية الشريفة الناس كل واحد بدأ يطالعون بعضهم البعض، أمويون الهوى أهل الشام غيرهم، كل واحد ينظر إلى الثاني وين راحت سنة معاوية؟ رفعوا أيديهم، أين اللعن؟ يخاطبون الخليفة الآن، أين اللعن؟ لم يجبهم، لم يجبهم. ارتفعت الأصوات، ارتفعت الأيدي، لم ينفع، وقفوا، صاروا يقذفونه بالأحجار. لما طاولوا رفع الخليفة عمامته، وما أن رفع عمامته جنده منتشرون
كلهم منتشرين. وما ارتفعت العمامة لأن دوله خلاص ها سيهجمون عليه. رفع العمامة جردت السيوف فصارت الأعناق تضرب. اقرب التاريخ الروايات تقول إلى درجة أن من كثرة القتل سالت دماء. وين وصلت؟ إلى خارج المسجد البوابات تطلع دماء. وشيدت منارة تسمى بمنارة الدم. اقرأ عن منارة الدم، هذه دماء أريقت من أجل تغيير بدعة أموية. ثم أرسل عمر بن عبد العزيز إلى ولاته في الأرجاء أن من، لاحظوا، أن من يلعن علي صلوات الله وسلامه عليه تضرب عنقه. أغير السنة، هذا إنجاز ولا لا؟ هذا إنجاز. بغض النظر من هو هذا الرجل، أعاد موازين الحق. علي روحي فداه، ظلم زمنا طويل، فهذا الإنجاز وكل إنجاز صاحبه يخلد به. ومن المخلدات المخلدات أيضا، وبها نختم، البذل. الإنسان إذا بذل ها بذله يخلده، والبذل أدناه أن يكون ماديا. ها البذل أدنى شيء في البذل هو المادي، دراهم أموال. أكو تجار يا أخوة كانت لهم أياد بيضاء، رحلوا من الدنيا ولا زال الناس يترحمون عليهم بإنجازهم وببذلهم وبعطائهم. رحوا. وأكو لا، بذل يصل إلى أقصاه وهو بذل الروح والمهجة. لما الإنسان يبذل مهجة في سبيل الله هذا طريق من طرق الخلود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء بعالم البرزخ والآخرة يتنعمون، وأحياء في الدنيا. تتوقع أن شهداءنا الأبرار الذين قتلوا بيد الظلم والعدوان انتهى ذكرهم؟ لا أبدا. كل هؤلاء الشهداء الذين بذلوا مهجهم صغيرا كبيرا رجلا امرأة جنينا، كل هؤلاء دخلوا في بوابة الخلود لا ينسون. دلائل مظلومية في التاريخ. وقس على ذلك عندما يأتي عمرو بن الجموح الرجل الأعرج برجل واحدة في غزوة أحد ويريد أن يقاتل بين يدي النبي، فيقول له أولاده أبتاه نحن نكفيك، إحنا أولادك أشداء. قال لابد من القتال، رجل يريد يقتل بين يدي الله، يريد الجنة. قالوا أبتاه نحن نكفيك. قال أبدا. فشكوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء له النبي قال يا عمرو ليس على الأعرج حرج. فبكى، قام يبكي، قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه أرض الجنة، وقام يبكي. أذن له النبي ودخل يقوم ويقع يضرب يضرب إلى أن قتل الشهيد. هذا بذل، ولهذا الإنسان ببذله يخلد. لماذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يفتأ في ذكر من؟ خديجة، هاي المرأة الجليلة قدمت أموالها وكل شيء في سبيل الإسلام والدين، ولا زال كلما ذبح ذبيحة أرسل لحما إلى صديقات خديجة. غارت عائشة، قالت لازلت تذكرها وما هي إلا عجوز، أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس ونصرتني إذ خذلني الناس إلى آخر الرواية. خلود. ليش أم البنين يا أخوة؟ ليش النذور باسمها تتحقق وتقضى الحوائج؟ ليش أربعة أولاد أفلاذ كبدها؟ البذل. ولهذا اليوم وهاي الليلة باسم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الجليل الشاب الذي كان يتوقد رجولة ارجع إليه، ستجد بأن علي الأكبر جمع جميع خصال الخلود. إن جئت إلى أخلاقه، شي يقول الشاعر به، جمع الصفات
الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة. ليش أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد الأكبر ينزل الميدان قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا. بمن؟ بنبيك تعال. من هو مجمع الأخلاق؟ من الذي يقول فيه المولى تعالى إنك لعلى خلق عظيم؟ النبي صلى الله عليه وآله. وقد جمع تلك الخصال والصفات المحمدية علي الأكبر. ذاك النصراني الذي آمن بالإسلام على إثر رؤيا رأى فيها المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وهو في الرؤيا قال له المسيح مد يدك لرسول الله محمد ها وأسلم. أسلم بالرؤيا، أفاق من نومه وجاء يبحث عن ها من يمثل الخلافة بعد النبي. دلوه على الحسين عليه السلام. لما جابوا إلى الحسين أخبره بأنه رأى النبي ورأى محياه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أسلم في الرؤيا ويريد أن يسلم الآن. قال لي أنت شفت جدي رسول الله؟ قال بلى. قال أتريد أن ترى شبيهه؟ تريد تشوفه؟ قال بلى. فأمر الحسين، جاءوا بطفل صغير لكن ها ملثم غطين وجهه، فأجلسه إلى جواره ثم كشف وجه علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. ما أن وقعت عين النصراني عليه وقع مغشا عليه وأفاق بعد ذلك، سكبوا عليه الماء فقال سبحان الله. تماما صورة النبي. يقولون التفت الحسين قال لي لو كان لك ولد مثل هذا وأصابته شوكة شو تسوي؟ قال أموت من أجله، ما تحمل. قال فكيف بي وأنا أرى هذا الغلام مبضع إربا إربا. هذا علي الأكبر الذي بذل روحه في سبيل الله عندما سمع أباه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبا لما استرجعت؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال أبا تأولسنا على الحق؟ شوف البذل، انظر يبذل مهجته. قال بلى بني. قال إذن أبتا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه. قدم روحه في سبيل الله نموذج للبذل بالمهجة والروح. هذا الغلام أشد اللحظات ألما على الحسين عليه السلام عندما جاء النداء من وسط المعركة أبا حسين عليك مني السلام. اسمع ماذا قال الحسين؟ قال مقولة لم يقل عند أحد إلا عند الأكبر، فخرج ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي على الدنيا على الدنيا بعدك العبايا. حمل على القوم كشفهم عن وصل إلى ولده ارتفعت الغبرة. يقول المؤرخون ومن جلت الغبرة إلا والحسين قد مد طوله بطول الأكبر وضع خده على خده وصدره على صدره. كان في الأكبر شيء من الرماق
فتح عينان جمدت الدماء عليها، وإذا بي يسمع أبا ينادي بني قتلوه وما عرفوا من جدك وأبوك، بطل علي الأكبر ونينه فتح العين ونادى دي وصلني بعجل للخيم يا حسن بالعجل وصلني وخلي النوح تالي صدرك يا ابو يشيلني وجمع وصا ويم العليل والدعايا وينظر احوالي حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زي يقول حميد بن مسلم. وبينما الحسين عند الأكبر وإذا بامرأة خرجت من الخيام مجللة بالسواد واضعة يدها على رأسها تنادي وولداها وأخاها وابن أخاها يا من هذه إنا زين يا قام إلي الحسين احتضنها أرجع جاء إلى ولده وإذا بالأكبر يفتقد أبا أبا أين مضيت عني؟ قال بني أوليس قد خرجت عمتك زينب. فلما سمع بذكر عمته نادى ودني ابويا العمتي زينب ارى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا اقل يا عقل مهجتي حجيك فراها لازم اشيلك للخيام يا قرة العين لازم اشيلك للخيام يا مهجة الرو عن جثتك يا صبي عيني وين انا لو قلت لماك ضل علي بالشمس مطرة لازم تقلي كان جبت الولد يا حسن أعظم مصيبة عندما رأى ولده تارة يتبسم وأخرى يبكي قال بني ما بك يا ولدي؟ قال أبا أبا إذا نظرت إلى هذا الجانب أرى جدي رسول الله وفي يده الكأس الأوفى لكن أبا أبا إذا نظرت إلى الجانب الآخر أرى جدتي الزهراء وهي تلطم على رأسها تنظر إلي تارة وتنظر إليك أخرى وتنادي وولدا وولدا وعليا وحسينا أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرا إذا للطمت الخد فاطم عنده
وأجريت دمع العين بالوجنات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصتا، ولا غريبا إلا رجعتا، ولا مريضا أو جريحا إلا شافيته وعافيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وبمنك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، ولا سيما السيد جاسم والسيد محمد وأم السيد عبد الأمير وأم السيد عدنان، وإلى موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.